تحديث 15.30 نزل معنا واخيرا وصفي عن تحديثين لنخلص للسيزون 5 شابتر 2. فاكتبوا لي بالتعليقات شلون كان معكم هذا السيزون، هل هو حماس ولا كان عادي مثله مثل كل السيزونات الماضيه. فان شاء الله بهذا المقطع رح نحكي عن التسريبات الكامله للتحديث 15.30 واهم الاشياء اللي تم تغييرها والمنطقه الجديده تبع ستار وورز واهم الاسلحه الاكزوتيك الجديده وشويه حزم قادمه معنا وسكنات وكل التسريبات من داخل ملفات اللعبه. فلا تنسى اللايك ليوصل المقطع لكل مكان وتعليقك مشان الفيديو يعلى على اليوتيوب يقترحوا لنا ناس جديدة. شكرا لكم، مصفيان شي على 20,000 اشترك بالقناة تحت، لا تخاف ما حيصل لك اي شي ولا تتكهرب، اكبس زر السبسكرايب خلينا نوصل 20,000 صفيان 600 شخص. شكرا لكم على الدعم ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. تحديث 15.30 حمل معنا كتير تغييرات للعبة واهمها تغيير للماب، واخيرا بعد اكثر من 4 تحديثات أو 3 تحديثات نزل معنا تغيير للماب للسيزون 5 شابتر 2. واخيرا رح نحكي عن كل شيء صار بهذا التحديث وكل شيء تسريبات صارت معنا وهالاسلحه الاكزوتيك الجديده وسكنات عيد الحب والموضوع كلياته اللي قادم معنا ان شاء الله بالايام القادمه. مبدئيا بالنسبه للاحجام، احجام التحديث مثل ما ظاهر امامك هي كلياتها بالنسبه للبي سي والاكس بوكس والبلاي ستيشن والاندرويد، كل التحديثات موجوده. اكبر شيء كان معنا الاكس بوكس لهذا التحديث بالنسبه للاحجام مثل ما شفتوها. وبالنسبه للاضافات خلينا نفوت على الاضافات البسيطه وبعدين نفوت على الاضافات اللي بتحتاج شرح اكثر واطول. بالنسبة للإضافات، الإضافات الجديدة أول شيء خلينا نحكي عن أسلحة الأكزوتيك الجديدة. أسلحة الأكزوتيك الجديدة يا شباب هي عبارة عن أسلحة بتكون مع البوتات، كلياتكم بتعرفوا هذا النظام إنه حاليا معنا بوتات بالخريطة وفي معهم أسلحة. حاليا تم إضافة معنا 3 أسلحة جديدة مثل ما ظاهر أمامكم، هدول هن كل الأسلحة اللي تمت إضافتها. السلاح الأول اللي هو عبارة عن باندج بازوكا، ولكن عوض ما يعطيك هي رح يعطيك شيلد. الشيلد اللي رح يعطيك إياه 18 من كل ضربة بتاكلها من هذا السلاح بتاخذ 18 شيلد. وبالنسبة للسلاح الثاني، السلاح الثاني اللي هو عبارة عن اس ام جي فروزن، نفس الاس ام جي العادي ما بيختلف أي شيء، والدمج تبعه 20 لكل طلقة، الموضوع كتير بسيط. والسلاح الثالث المعنى اللي هو السلاح الار بي جي الجديد او الروكت لانشر عباره عن 4 طلقات، ولكن هذا السلاح فعليا اوفر باور بشكل فظيع لانه الدمج تبعه 42 لكل صاروخ، بدمج 42 لكل دمج، وبيطلق 4 صواريخ مع بعض وبيطلق كل صاروخين بنفس الثانيه، يعني السلاح اوفر باور بشكل كبير. وهدول الاسلحه بتكون موجوده مع البوتات الموجوده معنا بالخريطه بشكل عام. البوتات رح يكونوا بهذا الشكل، فانا رح اورجيكم من داخل اللعبه كيف رح يكون السلاح تبع الار بي جي او الروكت لانشر وارجع لكم. مثل ما شفتوا السلاح اوفر باور بشكل كبير وقوي جدا، يعني لما تحصل هذا السلاح ان شاء الله رح يكون الفيكتور رويال بالجيب. اللي انت شو رايك بهذا السلاح وهل انت شايفه اوفر باور بالتعليقات، والسلاح بيكون موجود طبعا مع البوتات مثل ما حكينا. والاضافات اللي هي من داخل ملفات اللعبه اللي بتتعلق بعيد الحب اللي قادم معنا خلال هذا الشهر، الاضافات اللي ظاهره امامك اللي هن المبدئيه نقلال عباره عن 2 سبري و2 بانر مثل ما ظاهر امامك، وتم اضافه موسيقى خاصه باللوبي رح اسمعكم اياها بعد شوي. هاي الاضافات اللي كانت بسيطة جدا بالنسبة لعيد الحب. وفي شغلة جديدة تمت اضافتها داخل ملفات اللعبة يلي هي عبارة عن حزمتين. تتذكروا الحزمات اللي نزلت معنا بالايتم شوب يلي هي كانت عبارة عن حزمات بنجي فيشي وحزمة كانت تبع نيك اي اتش تقريبا اسمه. هدول الشخصين كان لهم سكنات اللي بيلعبوا فيها باللعبة بشكل كتير، يعني هاي الحزمة كانوا يسموها حزمة بنجي فيشي مثلا. فهلا تم اضافة معنا داخل ملفات اللعبة حزمتين جداد. الحزمة بتكون عبارة عن سكين وبيكاكس وجلايدر ورقصة. هدول الحزمتين بيكونوا تبع لاعبين محترفين جدا معروفين بفورتنايت، فبنزلوا لك اياهم بالايتم شوب بسعر مخفض جدا، يعني لو كل الاشياء كان سعرها 2000 في بوكس بنزلوا لك اياها ب 1000 في بوكس، حزمه كامله مع بيكاكس ومع رقصه ومع سكن ومع باك بلينك. فهدول الحزمتين قادمين معنا على الايتم شوب بسعر مخفض جدا، فشو رايك فيهم؟ هل انت شايفهم حلوين؟ اكتب لي تحت بالتعليقات. وبالنسبه لاضافات المظلات، المظلات اللي تمت اضافتها هدول هن الاثنين اللي ظاهرين امامك، ولكن في جلايدر وحده او مظله وحده اللي حتكون مجانيه بطور ال تي ام تبع ماندلوريان. بداخل هذا التحديث نزل معنا مود جديد باسم مود ماندلوريان، وبيكون عباره عن اعلى عدد كلات بيروح بواجه ماندلوريان وبصير بيلحقه وبصير بده يقتله. لحد هلا ما عندنا اي معلومات كامله بالنسبه لهذا المود، لانه لحد هلا انا ما لعبت اللعبه كل هذا من داخل ملفات اللعبه، فبدي اياك لما تفوت على اللعبه تجرب هذا المود وتكتب لي بالتعليقات او تكتب لي على الديسكورد.
رح تكون هاي المظلة بشكل مجاني أول ما تجيب الفيكتوري رويال بهذا المود. مثل ما هيك طلع معنا بملفات اللعبة، فاكتب لي بالتعليقات هل أنت فزت أو اكتب لي على الديسكورد وأخذت الجلادر مجانا، ولا طلع الموضوع عبارة عن أكواد داخل ملفات اللعبة. والإضافة الكبيرة اللي كانت معنا بهذا التحديث اللي هي عبارة عن مكان جديد تبع ستار وورز. طبعا هذا المكان يا شباب مثل مظهر أمامكم على الخريطة، الخريطة ما فيها أي تغيير، التغيير الوحيد اللي كان عند منطقة الصحراء او الديزرت اللي موجودة بالمنطقة الزيرو بوينت. بين المنطقة بالضبط بتروح لهنيك بتلاقي منطقة جديدة باسم منطقة ستار وورز. هاي المنطقة فيها شغلات كتير واضافات كتير بتدل وبتلمح وبتورجيك عالم ستار وورز بشكل عام. فانا رح ورجيك شلون رح تكون المكان من جوا، وطبعا بدي اياك تروح تستكشف على هاي المنطقة وتكتب لي رأيك، شو رأيك بهالمنطقة، هل هي حلوة ولا لا، وارجع لكم. هيك بالنسبة لأغلب الإضافات اللي كانت معنا، طبعا بالنسبة للأشياء ولكل شيء تمت إضافته بالنسبة لأسلحة ورقصات والقصص هاي. طبعا أنت بدك تسأل يا نيمة وين الرقصات، طيب أنت ما حكيت عليها. طبعا بالنسبة للرقصات أنا هلا رح أترككم مع مقطع صغير بورجيكم بالنسبة للرقصات والأشياء اللي تمت إضافتها في فيديو باللوكر داخل اللوكر بشكل عام. مثل ما شفتوا الرقصات وشفتوا الوان الاسلحه والموسيقى الخاصه بعيد الحب، هذا كل شيء تمت اضافته معنا باللوكر. وبالنسبه لسكنات عيد الحب بشكل عام، سكنات عيد الحب يا شباب تم تحديث جميع ملفات السكنات والرقصات وكل شيء بيتعلق بالفالنتاين بالنسبه لهذا الموسم. هذا الموسم يا شباب رح يكون معنا اضافات جديده بالنسبه للسكنات مثل مظاهر امامك، هذول اللي تمت اضافتهم بشكل كامل وتم تحديثهم بالايتم شوب، يعني هذول قادمين معنا بشكل كامل على الايتم شوب. رح يكون عندنا كثير اضافات بالنسبه للسنه الصينيه الجديده، وبالنسبة لعيد الحب رح يكون كل شي معنا سكنات قديمة كانت معنا ايام السيزونات الماضية تم تحديثها داخل ملفات اللعبة، ورح يكون معنا اضافات كتير بالنسبة لسكنات عيد الحب وبالنسبة لسكنات الصينية. هاي بالنسبة للتحديث تبعنا لليوم، كل شي عنه حكينا وما ضل شي تقريبا ما حكينا عنه. فبدي اياك انت هلا بس تحدث اللعبة وتدخل لداخل اللعبة وتقلي شو رأيك بهذا التحديث، هل هو حلو ولا لا؟ واهم شيء عنا اللي هو تغيير لون سكنات الابطال الخارقين، هل انت كنت من احد الناس اللي انضروا بهذا الموضوع؟ وهل انت فعلا عندك هذا السكن ودخلت وما قدرت تعمله لون واحد ولا عملته لون موحد؟ اكتب لي تحت بالتعليقات لو انت بتملك هذا السكن. كود دعم بالايتم شوب نيمو 9، وانا يوميا ان شاء الله بكون بس مباشر على الفيسبوك على نيمو 3 اللي ظاهر امامك، كل عليك تدخل على الفيسبوك او تدخل على الرابط الموجود تحت بالوصف، بتلاقي الرابط على الفيسبوك، فوت اعمل لي فولو هنيك مشان نلعب مع بعض ويصير عنا عدد كبير ونعمل كاستم ونعمل فعاليات. كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله. Yeah.
الهب المطلق، الهب المطلق، وانشط وانشط وانشط. عندي 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 اوني اوني. طب سوق السياجة هيلو. وينك مفهوم؟ بيعمل ايه؟ هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل ايه؟ حرام والله انه وان شوت، والله انه وان شوت. ها؟ 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 حرام معلش عايزين نشربوا بيك. معلش شباب.